أكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام تفويضه ودعمه الكامل لموقف الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعلانه الرفض التام لخطط تهجير الفلسطينيين إلى سيناء وتصفية القضية الفلسطينية وفي اتخاذ اللازم لحماية الأمن القومي المصري. ووجه المجلس التحية للأشقاء الفلسطينيين على صمودهم أمام العنف والقصف الإسرائيلي وتحملهم للجرائم التي يمارسها الاحتلال والتي تصل إلى جرائم الحرب، مطالبا أنه سيطلب من شركة ميتا المالكة للفيسبوك وإنستغرام والشركة المالكة لمنصة تويتر والتي باتت تعرف باسم أكس مراعاة قواعد العدالة الإعلامية واحترام حرية الرأي والتعبير والحق في تداول المعلومات فيما يتعلق بنشر الأخبار والصور والفيديوهات الخاصة بالأحداث في غزة.